والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا بادي ببدء أحييكم بتحية الإسلام، فتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بجميع الحضور من أبائنا، أمهاتنا، إخواننا، منتخبين، لنشكرهم على تلبية الدعوة. والبداية تكون شوية ماهيش اللي تفشلنا، أنه كي يجوا 10 ويكونوا مقتنعين، هذا هو أساس الانتخابات. أولا كما تفضلوا الزملاء المتدخلين بكلماتهم التي كانت تهدف إلى الصميم، اللي هو الاتحاد والتكاتف واليد في اليد. المنيعة واش خلاها لهاد الدرجة اللي رانا فيه؟ هو التشتت نتاع المجتمع، تشتت المجتمع في أمور السياسة. معليش بن عمك باقي تجي مع بن عمك، صح، جيب الأفضل، جيب الأفضل إنسان باقي نترشحوه، جيبوا الأفضل اللي نمشوا معاه. هذا نقولوا اللي راك باقي تقدم الوجه نتاعك واش يكون. اليوم فتنا فترة انتخابات سابقة وكنت رئيس بلدية، الشيء اللي تلقيته يعلم به الأرض ويعرفه العام والخاص، ولكني واش كان؟ نقول لكم سر النجاح باش كملت المونضة نتاعي هما رجال الخطا اللي ما كانوش معايا. كاين ناس اللي في الخطا في هذه الدائرة، دائرة المناعة، اللي كانوا يوجهونا ويشجعونا باش نواصلوا وما نخلوهاش في طريق الانسداد. والحمد لله عمرنا ولا لقيتونا قلنا لكم واش درنا، ولا لقيتونا في الفيسبوك ولا ننشروا، ومهما الناس ظلمونا ومسونا في اعراضنا، ولكني عمرنا ولا تحبيت في شخص تبعته. اليوم يبقى ننجحوا، ننسوا الماضي، عدوك ديروا صديقك، لأننا نرجعوا للمنفعة العامة، ورانا نجروا على هذه البلاد، أنه الخلاف نتاعنا نخلوه شخصي، بينك بين شخص خليه شخصي. اليوم راها المنيعة هي المضرة، ولايتنا هي اللي مطلبة فينا أننا نضحوا. كان جيت نشوف المصلحة نتاعي الشخصية، أقسم بالله العلي العظيم ما نترشح ولا نقدم الانتخابات مهما تكون الصيف. ولكني ضحيت وصبرت في المونضة اللي كنت فيها باش الشباب هذه تقدم للصف وتقول ولد بن جلالي هذا بواش فاتنا؟ فايتنا بمستوى دراسي، فايتنا بالصبر، فايتنا بثقافة، فايتنا بشهادات أننا نترشحوا. واليوم الحمد لله رانا نشوفوا في شباب قائمة المستقبل اللي فيها خيرة أبناء هذه البلدة الطيبة، خيرة ولاية المنيع اللي في المجلس البلدي ما شاء الله فيها أكفاء، والأكفاء مستوى دراسي، أكفاء خبرة، ناس نزهاء اللي نتمنوا لهم النجاح والتوفيق. والبلدية اللي يقول بعض المواطنين اللي يقول لك البلدية الوالي راهو يخدم، ولا المسؤول الفلاني راهو يخدم، اللي يخدم لينونسي المشاريع رئيس البلدية، اللي يدير الدراسات المشاريع الاقتراح المشاريع يديرها رئيس البلدية، اللي يوقف على التنمية هو رئيس البلدية. اليوم الوالي صح يعرف رئيس البلدية واقف يوقف معاه من ناحية توفير المال نتاعه،
رئيس البلدية أي مشاريع هذه اللي راها تجسد على أرض الواقع.